السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتابة إرشادات عن استعمال الإنترنت في رحاب اللغة العربية، صفحة 112-113 على بركة الله. لن هذه الصفحة وهذه الصفحة لن نطيل عليكم في هذا الفيديو. إذا هذا الموقع mutamadris.min.gov.ma أحتسب استفادة. ما أستفيد من الموقع؟ أتعرف على مساري الدراسي، استفيد من الدعم التربوي وقلم عمركم. دخلت لهذا، حاولوا تدخلوا لهذا الموقع، هذا اطلع على نماذج من الامتحانات، استنير بتوجيهات تربويه. اذا اتم التوجيهات الاتيه بما يناسب من الكلمات: صوري، اغلاق، الغرباء، برمجيه، الشخصيه. اذا لا اتبادل معطياتي الشخصيه، معطياتي الشخصيه على نعم على شبكة الربط العمومية واي فاي. إذا لا أتبادل معطياتي الشخصية على شبكات الربط الواي فاي. لا أنشر معطياتي الشخصية أو صوري على الإنترنت. أستشير والدي أو والدي عند تحميل برمجية، يعني شي تطبيق على الحاسوب أو هاتفي. لا أتواصل مع الغرباء عبر الإنترنت. لا أنسى إغلاق حساباتي الإلكترونية بمجرد الانتهاء منها، يعني غير نسالي من الخدمة ديالي نسد الحساب ديالي، الفيسبوك، الجيميل، أي حاجة عندها شي كلمة سر نسدها. نعم، إذن نمشيو. إذن هنا لاحظ أو لاحظت أن أحد أصدقائي يفرط في استعمال الإنترنت فيما لا يفيده. أقدم له مجموعة من الإرشادات عن كيفية الاستفادة من استخدامه. شوف أنا غندير لكم هذا، ما تحبش الفيديو، أنا نعطيك الوقت كافي فين تنقله. خلي الفيديو خدام، أعطيك النموذج ونموذج أخر، إما تختار هذا أولا هذا او خلط بيناتهم اللي عجبك. ها النموذج الاول، ها الثاني، شتي هو الاول، ولا رجعوا ليه. اذا خليو الفيديو، نخليه لكم 5 دقائق والاخر 5 دقائق عاد نكملوا. اذا ان استعمال الانترنت له فوائد جمه، يعني كثيره. فهو وسيله للتواصل الاجتماعي ومفيد في البحث عن المعلومات العلميه والثقافيه وانجاز البحوث المدرسيه، لكن هناك اضرار ومخاطر اثناء استعماله. لما درت بحال الموضوع هذا نعطيه الارشادات. فلا ينبغي تبادل المعطيات الشخصيه على شبكات التواصل الاجتماعي او نشرها او التواصل مع الغرباء الذين يستغلون صغر سنك ويؤذونك. واحترس من ولوج مواقع غير مرغوب فيها. اذا هو يفرط في استعمال الانترنت في اشياء لا تفيد. إذن فهو يلجئ إلى مواقع غير مرغوب فيها، كالتي تروج أفكارا غريبة أو لا أخلاقية. كما عليك أن تستشير والديك عند تحميل تطبيقات على الهاتف أو الحاسوب حتى تحمي أجهزتك من الضرر وتحمي معلوماتك الشخصية. طبعا لا تفرط في استعمال الحاسوب والإنترنت، بل خصص وقتا مناسبا دون أن يؤثر ذلك على واجباتك المدرسية. واحد جملة خاتمة: الإنترنت نعمة، إن لم تحسن استغلالها تحولت إلى نقمة وخطر. إذا هذا موضوع، يعني ممكن تاخذ منه المقدمة وتاخذ شي أفكار من اللص بين مدزنا الموضوع الآخر، هو ناخذ منه شوية. صافي، إذا نعطيكم دقيقة أخرى باش ندوزو الآخر، هو نقراو عليكم ونعطيكم تا واحد 3 دقائق شنو تاخذوا منه أفكار. المهم هنا هو انك دير دوك الاساليب. ينبغي عليك، يجب عليك، احذر من هذه الاشياء. لا تتواصل، لا تنسى، احفظ كلمة السر، خصص وقتا، لا تفرط. او يعني هاد الاساليب اللي كنستعملو في الارشادات. صافي، المهم احنا ندوزو لاخر. إذن موضوع آخر: للحصول على أقصى استفادة ممكنة من الإنترنت لا بد من استخدامه بشكل صحيح دون إفراط. هذا ممكن ديروا الموضوع اللي بغيتوا، ولا المبالغة في الدردشة العديمة الفائدة. ينبغي قبل الجلوس أمام الحاسوب أو مسك الهاتف وضع أهداف محددة
لا علاش بغيت نبرك انا دابا نشد التليفون؟ علاش بغيت نبرك قدام الحاج؟ بغيت ندير نحدد جاي نحفظ غنحفظ، جاي باغي نبحث على شي معلومة غنبحث على المعلومة فقط والنود، ماشي كان نجي باغي ندير التمارين ديالي تلقى راسي كنلعب في فري فاير، كنجي باغي نخرج الواجب ديالي ونجز الواجب اللي عطاني الاستاذ تلقى راسي كنتفرج في رونالدو. فهمنا؟ اذا نحدد الهدف، نقول انا باغي نبرك في البيسي في الحاسوب باش نقضي هذا الغرض، هو الهدف، ومقيدة بزمن محدد كذلك. فالإبحار في الإنترنت قد يضيع وقتك وينسيك واجباتك والتزاماتك الدراسية. النقاش والتواصل الهادف يعني في الحاسوب يكون مع الزملاء في المدرسة حول موضوع يهم الدراسة والبحث العلمي وإنجاز الواجب المدرسي. والحذر الحذر من مكالمة الغرباء وتبادل المعلومات الشخصية والعائلية معهم، فتعرض حياتك وحياة أسرتك للخطر والمشاكل أنتم والمشاكل للخطر والمشاكل أنتم في غنى عنها أو أنتم في غنى عنها. نعم. وفي الختام أوصيك باستغلال الإنترنت فيما يفيدكم، أوصيكم باستغلال الإنترنت فيما يفيدكم لأنه حقا غزير بالمعلومات والأخبار الرائعة والقيمة. صافي، إذا عطيكم واحد الدقيقة باش هاد الموضوع هذا خصنا نديرو فيه ساعة، أنا كنزرب حتى عارفكم معاكيز، دابا راكم موقفين الفيديو خدامين راسكم، ياك توقفوا الفيديو كتبقى تكسب. نعم، اذا كنجمع الافكار، ناخذ من هنا وناخذ من هنا وناخذ داكشي اللي يقول لي الاستاذ في التصحيح، وكنجمع وكندير واحد الموضوع زوين حسن من هادو اللي عطيتك انا. صافي، نعم نمشيو. اذا الحصه الثانيه الانجاز، عندنا هذا التعليمات هادو، عندنا احفظ كلمه السر كلمه المرور لبريد الالكتروني ولا اطلع عليها احدا سوى والدي نعلمهم، ديروا هذه رقم واحد. صافي، اخصص وقتا مناسبا لولوج الانترنت دون ان يؤثر ذلك على واجباتي الدراسيه، هي رقم جوج. استغل ولوجي الى الانترنت في البحث عن المعلومات والمعارف والتعلم عن بعد، ها ثلاثه نجيو لهذه. اتاكد ان حاسوبي او لوحية الإلكترونية متوفرة على شرط الأمن السيبراني، إذا أربعة. لا أفرط في استعمال الإنترنت واستغل فيما يفيدني، خمسة. أنتبه لمخاطر التعرض لأشعة الهاتف ولا أطيل المكوث أمام الشاشات، ستة. لا أتواصل مع الغرباء، سبعة. هادو واش غنديرو بهم؟ خصنا نديرهم في هاد البطاقة هادي اللي عندكم في الصفحة 113، نديرهم هنا. إذا هاد الواحد أحفظ كلمة المرور لبريد إلكتروني، غنديو الاحتياطات. وخصص وقتا مناسبا لوجه الانترنت، ديو الجوج. استغل ولوج الانترنت في البحث عن المعلومات والمعارف، ها هي ثلاثة. دواعي الاستعمال، هاد اتأكد ان حاسوبي او لوحي الالكتروني متوفر على شروط الامن السيبراني، ها هي اربعة. احتياطات قبل ما تخدم، هادي هنا فيها جوج. لا افرط في استعمال الانترنت، هادي بحال احتياط، ولكن استغله فيما يفيدني راه نديروها في دواعي الاستعمال، استغله فيما يفيدني، استعمله فيما يفيدني، نديروها هنا في خمسة. انتبه لمخاطر التعرض لأشعة الهاتف ولا أطيل المكوس أمام الشاشة، ها هي ستة. لا أتواصل مع الغرباء، تاهي نديروها ستة، راه احتياطات. صافي، إذا كان هذا هو الجواب على هاد التمرين أو الحصة الثانية. صافي، وفي الحقيقة كان هذا التمرين هذا هو اللي يكون الأول، وهذاك هذاك الموضوع اللي كتبنا يكون في الثاني، لأن باش كتكون دربتو على كيف كيكونوا إرشادات، ماشي مشكل. إذا هذا نصحو ونعرضو على الأستاذ ونصحو ونديرو محاولات ونديرو إنجاز ونشوفو هاد أدوات الربط حينما عندما لما إلى جانب، ونديرو صلوا على رسول الله، الله يعاونكم.